بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله في الفيديو ده مكملين البلاي ليست الخاصه بادوات وبرامج شركه سمارت سوفت وير. والنهارده ان شاء الله هيكون في مفاجاه، وهي برنامج سمارت سبيتش او الناطق اللي هيكون معاه السورس كود بتاع الابلكيشن. ان شاء الله هيكون في الديسكريبشن بوكس للفيديو ده في لينكين. اللينك الاولاني هو البروجكت نفسه اللي هو عباره عن سوليوشن وهيكون مضغوط فيه، وده شكل الابليكيشن بشكل بسيط جدا. تقدر نكتب فيه كده، وبعد كده بنبدا نتحكم في الفوليوم بتاعنا والسرعه كمان او السبيد والفويس نفسه تبع مايكروسوفت. طيب وبعد كده بنبدا نعمل ران. طبعا ممكن لو الكلام اللي عندنا كتير شويه ممكن اعمل بوز وممكن اعمل ستوب في حاله ان انا بسرع. أو بقلل السرعة. فأنت هنا بتتحكم كمان في نوع المتحدث إن كان ميل أو فيميل، والفوليوم بتاعه أو صوت عالي أو واطي. فده شكل الأبليكيشن بتاعنا. طيب إزاي ممكن أشوف السورس كود ده؟ زي ما اتفقنا السوليوشن تقدر تفتحه وتشوف السورس كود، ويا ريت تحطوا لنا في الديسكريبشن لو محتاجين ان احنا نشرح بعض الاكواد اللي موجوده في الابلكيشن ده. مفيش مشاكل، ممكن نعمل فيديو ونوضح فيه كل جزئيه موجوده جوه السورس كود. طيب عمليه الانستول كابلكيشن هتلاقي في اللينك الثاني، في عندي كاي اكس اي سيت اب، فبضغط دبل كليك بحيث ان انا هبدا اعمل انستول. بوافق وبعد كده ببدا اقول له انستول. من ضمن الحاجات اللي موجوده كمان في الانستول هتلاقي الدوت نت فريم ورك 4.6.1، وده هيكون ضمن اللينك كمان. لو موجود عندك خلاص ما انتش محتاج تدونه، يعني لو انت عندك فيجوال ستوديو جاست بس ان انت تعمل انستول وهو هيكمل معاك عادي، مفيش اي مشاكل. هيخلص كده الانستول بتاعه كده فينيش. المفترض على الديسكتوب بيكون موجود الايقونه بتاعه الابلكيشن. ممكن نظهر من هنا الايقونات اللي موجوده على الديسكتوب، فنلاحظ وجود الايقونه للابلكيشن بتاعنا. هضغط عليه دبل كليك هيبدا يفتح قدامنا ونبدا نستخدمه مفيش اي مشكله. ونقدر نعمل له تيست بالشكل ده. Smart software said it was. وبكده يبقى خلصنا الفيديو بتاع النهارده، وهو طريقه عرض سمارت سبيتش لشركه سمارت سوفت وير، واللي موجود معاكم ان شاء الله في الديسكريبشن بوكس السورس كود له. يا ريت تبصوا على الكود وتستفادوا منه، ولو عندك اي سؤال يا ريت تحطه لنا في الكومنت. ولو محتاجين ان احنا نعمل فيديو عن طريقه عمل الابلكيشن ده يا ريت برده تضيفوا لنا في الكومنت. بشكر الناس اللي بتتابعوا القناه من خلال اللايك والسبسكرايب والشيرنج. شير الفيديو على قد ما تقدر، واخيرا خليك ايجابي ما توقفش المعلومه عندك. شوف الخير اشوفك ان شاء الله خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.